دور الامر. هذيك علاش العلاقه لازمها تكون طيبه وتكون هي بالحق العلاقه اللي تسمى بين ظفرين القاعده. على كل في سياق الموضوع هذا باش نستقبلوا مع بعضنا مدام نبيها. هيا نبيها، مرحبا بك. سيس روحك، سيس روحك يا نبيها، سيس روحك. نبيها هبت في الدروز، مرحبا بك نبيها. هيا نبيها. نبيها 35 سنة، عندك مشكلة يظهر لي مع حماتك، حتى نتعرف على مشكلتك أكثر واحدة واحدة. شوف معايا هذا التقرير وما تخافش. طب إلى التقرير. نبيها وضعيتها غريبة، في الأوراق معرسة وفي الدنيا وحدها ومتعذبة. نبيها من حي الزهور، عمرها 35 سنة، معرسة وعندها بنية عمرها 9 سنين. عايشة هي وبنتها في ظروف صعبة، من غير دار ولا مورد رزق، رجلها مش مطلقها ومش عايشة معاها. نبيها كانت تحب رجلها ومتهنية معاه، لكن حماتها ما كانتش تحبها برشا. أم رجلها بشير كانت ديما تعاركها وكانت ديما تتسبلها في عرك مع رجلها. بشير كان يسمع كلام أمه يمينة وتبدل مع مرته، وولا العرك حاجة يومية في حياتهم. أكثر من هكا، بشير ولا يغيب على داره بالأيام من غير ما يعطي لمرته حتى معلومة. نبيها فهمت أنه باش ترجع رجلها لازم ترضي أمه يمينة. حاولت تقرب لها، ترضيها وتفرح بها، لكن خالتي يمينة كانت ديما تبعد عليها. اليوم نبيها تعيش مع بنتها من غير راجل، ورجلها موجود متشردة وما عندهاش لا وين تسكن ولا كيفاش تعيش وتعيش بنتها. نبيها جاية الليلة لعندي، ما نقولك تحب تقابل خالتي يمينة حماتها وتسألها علاش دمرت لها حياتها، تطلب منها ترضى عليها وترجع لها رجلها يعيش معاها، يربي بنتها ويحميها. نبيها أختي، نفهم موقفك في أنك ربما متقلقة، في أنك حساسة أكثر من اللازم، لكن واحدة واحدة لازم تعاوني ونعاونك باش نخرجوا بحل. هي نبيها؟ على كل نبيها، تعرفت على راجلك يظهر لي عشت معاه ظروف صعيبة، عشت معاه ظروف خايبة. ها؟ كيفاش تعرفت عليه وكيفاش الظروف؟ أنا بابا مات، كان بابا حنين عليها في كل شيء. بابا مات، عشت مع أخواتي مش حنين عليه. حتى واحدة كان واحدة برك اسمها وسيلة حنين عليه. ما حلوش عليك؟ جملة. علاش؟ الظروف نعرفش كيف، مانيش ماهوش معناها حنين عليا، نعرفش كيف كان. أنا مانيش ديما نسلم. حتى تعرفت على بشير في ظروف وقت كنت نخدم في المدوية عند اختي حيات في ريانة. تعرفت عليها معناتها في راجل اختي هذيك، جا قال لي راهو يتيم وكل شيء. تعرفنا على بعضنا، ملكت فضلت المليك، صارت برشا مشاكل. دارنا ديما كريم، كل مره في دار، كي نمشي للدار هذيك ما نلقاش فيها دارنا، نمشي دار اخرى كل مره كفيه. في الاخر قررت انا وبشير مش نعرسوا، هزيت مش سامحني. زواج عن حب، حبيته انا بشير. ما عوض لكش شويه الحنان اللي افتقدته؟ عوض لي عوض لي كل شيء. عشنا مع بعضنا في دارهم، كتبنا صديق، مشيت لدارهم وعشت مع بعضنا في دارهم راسبيتال كبير. واعتبروك واحده من العائله؟ هو اعتبرني، ما خويته مش احكي لي كيفاش. خويته ما قبلونيش خاطر. علاش؟ قبلونيش خاطر بشير ما عندوش فلوس ولا حاجه. وقت عرسنا ظروفنا صعيبه ياسر، عرسنا بالكتاب من ربي. اي قعد بشير يصرف عليا المده ذيكا، ومن بعد قال ما عادش يحب يصرف عليا، خليني للشهر في دارهم. جبت بشرى، جبت بنتك بشرى. مره نسكن في ريانه، مره نسكن في حي زهور. قرر مره قال لي نسكن في ريانه، رجعت لريانه غاديكا. فرح بيا وقت باش عمرها 6 اشهر وفي عيد كبير جاب لنا العلوش كل شيء، ومن بعد تبدل عليه ولا خليني بعد البارفورت هذيك خليني للشهر. علاش تبدل خلاصتك؟ علاش بدل ولا ما حدش يحب يختم؟ اي وخليني للشهر. عرفوا يجي من مارشي يقولوا له اخرج بشير يختم، يقول لي لا، يقول لي ما نمشيش نختم. ام راجلك حماتك، ام راجلك كان عندها دخل في المشاكل؟ كانت. كيفاش؟ كانت قبل ديما تهزهم حداها في الدار، نقول لها خالتي يمينه خليه يختم، راه توا عندنا اسره توا. تقول لي لا. لا يظهر لي خالتي يمينه مش تبطلوا من الخدمه، تقول له اقعد في الدار. ليه يقعد عندها؟ عليه يقعد عندها في دار لوطا، لوطا يقعد عندها. ما يمشيش يخدم في جبل نسكنوا، وراس بيطال كبير وهو يقعد عندها لوطا في الدار.
اي ما يمشيش يخدم. ما يمشيش يخدم. لا خليه يمشي لكم مش على خاطر ما يمشيش. ليه ليه عليه تخليه في الدار. علاش؟ تخليه في الدار عنده اخته دليله محدية تجي تجيب لي الماكله اللي انا باش ناكل. اي علاش ما تخليهش؟ وين فتره الحبل. ما فماش ام ما تحبش ولدها يخدم سامحني يا امين. ليه عليه تخليه. هو ما عندوش خدمه. عنده خدمه عليه تعرف المرشي بشير 25 سنه. معناتها فما ام 25 فما ام تشجع ولدها تقول له يا ولدي اسمع تمشي تخدم شد الدار والله تمشي تخدم ونوريك راه. ليه أتا. ليه سامحني عليه تقول لي تعب ومين نجمش يخدم وترى شنيا. ما نشكونش ياكلوا ياكلوا صغاره. خليني عليه هكا اخته اسمها دليله. اي هذيك باهيه معايا تعطيني الماكله عليه. جعد ضعت ما لقيتش باش نتغطى زي ظروف ما ضغط عليا وليت حاجتها هبطت حي زهور وبنتي عمرها 6 اشهر. ايه والفتره هذيك دخلت فيها بشهر سبيطار. شو علاش في حي زهور فهمني علاش؟ شو عندك في حي زهور؟ انا نسكن في حي زهور علاش؟ خاطر نخدم خاطر نخدم في الديار. نخدم في الديار نخدم في الميه باش ناكل. هذاك هي. اي ما معناتها اللي فهمته انه حماتك تحب تقول لي انه عندها نفوذ على ولدها. عندها نفوذ على ولدها وتحكم فيه باش ما يوكلكش. ايه وباش ما يخدمش. مش ما يخدمش. ما يصدقش عقل هذا يا نبي. سامحني صدقني عليه. سامحني ما تدخلش المخ. صدقني عليه كي سكننا في حي زهور. ايه؟ يخليني عام قاعده في الدار عام يكريلي وعام ليه. راجلك وينه؟ يجي بعداك راجلك عايش معاك ولا؟ عام يعيش معايا وعام ليه عليه. خليني في الكري يمشي لدارهم عليه. وانت؟ في دارك ويخليني وحدي عليه. خليني في الضوء في الماء في المصروف في الطفله. بنتي عليه عمرها 9 سنين تو ريت انا ريت الدنيا الكل الا بشر. ما نجمش نستغنى عنها مهما يكون التكاليف مهما يكون التكاليف. ريت بشر هذيك كبتي عيني كل شيء. تخدم عليها حتى في الدنيا. نخدم عليها نخدم عليها ونقري فيها ومش عيب نقري فيها. يعطيك الصحة. بنته تجي في ال 15 في ال 14 يعطيك الصحة. محافظة عليها وعندي امراه زيد نحب يعطيك الصحة. وعندي امراه نحب نشكرها برشا برشا اسمها السيده اللي معاونتني في بنتي بصفه غريبه. توا انت تحب نحب نستاذن حماتي. نحب نستاذن حماتي. استاذن حماتي مش ترجع لي راجلي مش تضغط علي يترجع لي راجلي نرجع عائله كامله من بعضنا. كأنه راجلك فكته امه. كأنه ما فهمتش. انسان يحب يعيش في ريانة. علاش تعيش لي في ريانة؟ يحب يعيش يعيشني وراس بيطار الجبل هذاك. شو الجبل كيما هي ريانة؟ في ريانة. ايه؟ فيها بيت واحدة ومعايا زوز سلاف. يبالك ظروف هذيك هي. زوز سلاف ما نجمش نعيش في بيت واحدة معايا زوز سلاف عليه. والدار تقطر عليا عليه كنت تحب تطلع وتشوفها. استنيني استنيني أنا تو عندي تلخبيطة صغيرة. أنت تحب ترجع راجلك عن طريق أمك عن طريق حماتك. ايه والا ترى تحب تراجع حماتك وراجلك تربحهم الزوز. نحب نربح الزوز. يعطيك الصحه. بس نربح الزوز انك ترجع الراجل. بنتي ونظلم كل شيء. معناتها انت لو كان يجي راجلك هنا البرنامج عندي ما نقول لك ايش باش تقول له. ركز ايش باش تقول له. عبد عليه تلقى بشير انا بل عندي اربع عندي حكيت عام 2005 انا مشكله في النفقه. كي خلاني مشيت شكيت بيه. شكيت بيه محكوم عليه راجل. محكوم عليه مليون و700. ما خبيتش عليا معناتها. مليون و700 محكوم عليه. مليون و700 بالسجن. قداش محكوم عليه بالسجن؟ بالنفذ ما نعرفش قداش. خلاني البروت هذيك مشيت للمراه جيت خدمت لها في دارها وخلتني عندها. جا خرجني من الدار هذيك وقال لي انا نكري بيك. خرجت معاه عام وسبع اشهر اخرين كرا بيا خلص لي في الماء خلص لي في الضوء خلص لي في الكري ومن بعد دار عليا بعد رمضان هذايا دار عليا. هاو خلصتي ما هو زاد مقصي من اللي جاه مسيك. ايه دار عليا ماهوش يا خي اما في البريوت. توريت الشكايه والمحاكم والنفقه هي اللي تشربك الامور. عليه في البريوت هذايا في البريوت هذايا هيك علاش حماته هيك علاش امه دارت عليك تو فهمت. سامحني عليه كان جا في البريوت هذايا عام سبع اشهر به معايا ما يضربنيش ما يكسرش عليه المعو انا خليه. تحب نسلكوها الليله؟ ايه عندك استعداد انت تتنازل ما؟ نتنازل على كل شيء. 700 تنازل وتسيب راجلك. شو الراجل باش دخلوا الحبس وتو شوفوا مع حماته وش نجموا نعملوا. هذا اذا كان جاد على كل الطلب نتاعك شراي ونيتك طيبه باهيه نيتك انك تحب ترجع راجلك وانك ترجع حماتك زاده لان في مقام امك وحتى كان غلطت ما يسالش ناخذوا بخاطرها. وعليه عام 2005 حماتي حماتي مشيت مره تعركنا زاد تشبكنا في بعضنا ومشينا باش نعمل مشيت باش نصالح بين انا وبنتي نصالحوا بشير. مش مشكل المهم انت حاجتك براجلك وحماتك. ايه على كل ان شاء الله الليله نتمكن من انه نجيب لك حماتك في برنامج ان شاء الله. عندي ما نقول لك ان شاء الله ان شاء الله. نبيها جات البرنامج عندي ما نقول لك تحب ترجع رجلها وتحب ترجع حماتها
ما خبتش عليا، قالت لي شكيت به في قضية نفقة، الرجل محكوم عليه بالسجن، بو بنتها عارفة اللي مركز الضغط ومركز القوة في العملية هذه كل حمادها، وفهمنا سوكي باري انه حمادها اخذت في خطرها منها لانها شاكية بولدها في قضية نفقة ومحكوم عليه بالسجن. جات وقالت يا خويا كفى الله شر القتال ونحب نرجع راجلي ونرجع احمادي، لكن هي مستدعي حماتها. ونشوف اللحظات الحاسمة مع الزميلة سهير بن عمارة. سهير مساء الخير. مساء الخير علي. ابتسامة دونك فما حاجة. اي فما كالعادة. اي تعطيني. بحذية توا خالتي امينة، مرحبا بيك. بيك يا عيف. مين جيتنا اليوم؟ من ريانة. اي هاك ماكش بعيدة قرابي. متزوجة خالتي امينة؟ اي. عندك صغار؟ اي. قديه؟ عندي سبعة. سبعة ما شاء الله. يعني أربعة من الراجل الأولاني بوميت وثلاثة من الراجل الثاني. اي وعندك أحفاد زادة. اي عندي. ولاد بنتي تبارك الله اثنين يقرا واحد مازال، وعندي بنت ولدي سنة تقرا في السنة الرابعة، بنت بشير وبنت بشرى. هاي تخدم انت؟ لا. وزوجك يخدم؟ يخدم. هاي الحمد لله. هكا حسب التقريب شكا في حد هكا يكون نجم يكون استدعاك؟ ما نعرفش انا لتو قاعد يعني مخي وقف ياسر، يعني عمري بلا مر لجاني حد. يعني مش مشكلة، على كل حال الشخص اللي استدعاك موجود بحدا عليه، تحب تشوفه؟ تا اسمعي، كان واحدة من بناتي راني شوف. اسمع احنا ما نصفقوش لحديث من قابل حد منهم، على خاطر علاش انا عملت لهم تليفون الطفل الكبير ايناس مشيت لها للخدمة نتكب ونتقعد وناخذ في الكار. مش مشكلة مش حلقة الواد، ومشيت انا ونحاول فيها بوها ثلاثة أيام وهو يكلم فيها يقول هي ناس خذي تقسيمة غادي وأنا خلصت تطلعش ب 20,000 أنا خلصت. على كل حال احنا ما نسبقوش لحديث. الأخرى موجود بحذا عليه. الحال الله ما بيني وبينها، خاطر سمعت كان تحب تشوفه توا يوصلك محمد قاسم. هاي تفضل معنا. لا كان بناتي لا. معنا. كان حد آخر اللي مش يعمل معايا الخير. مرحبا بك. إي لازم يكون خير. هاي هاي تفضل. هاي. صعيبة الحاجة. اي صعيبة. هاي تفضل محمد قاسم تيوصلك. صعيبة برك انا على خاطر بنتي. بنتي اجاني هوني يا حاجة برك اجاني. قالت له انت كيف سمعت الحديث؟ انا ما يساعدني عليها. انا ظروفي على بها الرب. انا ما صعبة بحتان. ان شاء الله نحن نقول فمك الخير. هكا هو. أهلا بخالتي يا مين. عيش عيش بحذايا منهم. مرحبا بيك مرحبا بيك. هاي عيش بحذايا. اطلع 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 خالتي يا مين. هاي تفضلي شقعة بحذايا. هوني هوني هوني. مرحبا بيك خالتي يا مين. نسمع فيك قبيلة قلت ما عمرها ما صارت لي العملة هذية. هاي هاي قلت لا لاباس ان شاء الله خير. يقول لك سبق الخير خالتي يا مين تلقى الخير. اي اي عندك شي فكرة شكون زعما ينجم يكون ولا حاجة عاملة باهي في الدنيا ولا خايب؟ هون ربي ولي عالم. بالك شي هكا عندك مشكلة مع حد هكا؟ لا ما عندي مشاكل مع حتى حد. مع الرويجل ما عندكش مشكلة؟ لا 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 لا. بالك شي وكان الرجل اخي نشيل هنا انا الوسيط. ولا وشكون اللي قال لك انت ما تعرفش شكون؟ ليه؟ انت تعرف شكون؟ ورا الريدو هذا ما تعرفش؟ كانش واحدة من بناتي هذيك. لا لا تو نشوف ما تسبقش الاحداث. اما لحد تقول لك مالكش الرويجل انا. لا انت ريت حاجه؟ لا ما ريتش. شفتش حاجه؟ لا ما توليش هاد ما شافش حاجه. لا واحده واحده او تو باش نعاونوك شويه بعض المؤشرات ها وتو نشوفوا شكون زعما جاء البرنامج عندي. ما نقول لك الى المؤشر رقم واحد. تو خالتي يمينة تنجم على خاطر تحب واحد تعمل مشكله مع واحد اخر؟ عملت مشكله مع حتى واحد. به نمشي للمؤشر رقم اثنين. طب خالتي يمينة كيف واحد يدخل بين زوز متعاركين يبعد عليهم ولا يدخل بالصلح؟ بالصلح ديما ديما بالصلح. طلعت شكون خالتي يمينة؟ لا ما عرفتوش. اي ما لا ركز معايا وشوف معايا ها من غير انفعال. خالتي يمينة شوف معايا شكون على الشاشة. هذيك كانتي مرت بشير. هاي كاو زعما
كنتك اي كان اي مرت بشير مرت بشير مرت بشير نبيها نعم اختي شنو تحب تقول لحماتك انا قولها على السلامه صا عندي برشا ما ريتهاش يسلمك عندي 3 سنين ما ريتهاش نقولها راهي بشرى متوحشتك برشا ايه انت ما تحبيش تجيبها مش انا ما نحبش ما نجيبهاش خاطر يمينة خاطر بشير ما يحبش يخليني نجي غادي ونكلمه شد يضربني يقول لي ما تمشيش يقول لي ما تمشيش وفي العيد زاد حرم عليا العيد الكبير قال لي ما تمشيش لدارنا وعيد صغير كيف كيف هو اللي قطع العلاقة بيناتنا وتحبي اسألي زادة وين نسكن بالضبط كيفاش يضرب فيا وكيفاش عامل فيا العباد كلها في بالهم المدرسة المركز في أي بقعة إن كان اسأل عليش عامل فيا بشير وانا راضية وساكتة يمينة علاش استدعيت يمينة يا نبيه استدعيت خالتي يمينة علاش بالذات خالتي يمينة كان عندك مشكلة مع راجلك راك عيطت لراجلك علاش خالتي يمينة بالذات خالتي يمينة خاطر بشير توا ماهوش معانا في الدار قاعدين متشردين انا وكالطفلة كما العادة كما تعرفي يهرب علينا ويخلينا قداش من مرة يمشي ويجي يمشي ويجي وانت تعرفيه بشير كيفاش لانه استاذنتك مش تصاصتي لي في بشير مش نرجع مع بعضنا علاقه بيا عشان ما جبت عندي توكا اي بشير ماهوش عندي يا زايده انا خالتي يمينة عزيز بشير ما هو عندي خالتي يمينة بشير عندي تو يقيد شهر ونص وش ما هوش عندي يا زايده فهمتي وانا ما حكى لي والله يا خالتي يمينة وش لا حكي لي حتى كلمه خالتي يمينة هبطت له نهار الثلاثة انا هبطت نقضي نلقاه في المرشي يخدم وسالته ديجا سالته قلت له بشير شنو احوال بشرى قال لي لاباس عليها هاي ما في بالهاش والله لا في بالي بنيتي وتعرف هاي تسمع في تجيني للدار ويتعاركوا في داري نضرب ولدي على خاطرها خاطر انا ما دام قالوا على ولدي ما تجينيش وما تعرفنيش خاطر هو حرم علي اختي يمين يقول لي ما تمشيش هاي عمري ما سمعت مني كلمه وخالتي يمين لا خالتي يمين ثم مشكله صغيره انا عام 2005 وقتها على بشره عجمات الطفوله هذيك قعدت زادها مجروحه بها وبنتي تو تتذكرها خالتي يمينه تو تتذكرها وتسال هي هذيك حاجه ليه خالتي يمينه ليه؟ انا حتى واحد يفك لي بنتي انا ريت هذيك انا فكرت لك بنتك خالتي يمينه فكرت بنت خالتي يمينه خالتي انت تعرفيني مع بشرة كيفاش تعرفيني مع بشرة كيفاش تعرفيني ولا لا خالتي يمينه تقري فيها نظيفه بس عليها انت تعرفيني مع بشرة كيفاش ضحيت معها كل شيء خدمة سيد انت ماهوش متفاهمني يا اختي انت بكخليتوا بعضكم لا شاورتوني وفي بالك خالتي يمين مشيت معانا كتبنا صديق في العاده خالتي يمين معاكم مش مشيتي مشيت معانا متفاهمين لا خالتي يمين متفاهمين ماشي مشيت من مخي انت موافقه خالتي يمين اي وافقت انا المره الاولى ولدي ما وافقتوش ما نعرفهاش راه كيفاش ما تعرف لا خالتي يمين لا خلي نتحدث الساعه فيلم ليك خالتي يمين ما جيتيش وحدك نبيه خلي يتكلم يسال انا اول مره كي جاني قال لي امي تمشي تخطبي لي قلت له وليدي منين ثم ربي انا ما يعجب فيك الصراحه جاب لي التصويره نتاعها قلت له وليدي هذه مش تاخذها ايش قال لي عاد شبي استنى شو هذه باش تاخذها مش هكاك ماني انا كريتها اول مره استنى خلت يمين تبعني وامشي معايا ما يسالش اي لا نمشي مع ولدي انا ولدك الصغير لا ما يسالش كي وريك التصويره قلت له هذه باش تاخذها شو معناتها لا خاطر علاش؟ قل لي بصراحة هي ما هيش هي من خاطر خيوته يعرفوها وجو حكولي شو يعرفوها وجو حكاولك؟ خيوته خاطر كانوا يخدموا مع بعضهم ما نحكوش على الناس بالحكايات شوف سامحني عايش يمين سامح كانوا يتخدم هي والولد عامر في حانوت سلفها الصغير الكل يخدموا مع بعض وجا وقال له يا بشير ما تاخذهاش ما تاخذهاش علاش؟ سامحني بربي نحبوا نتكلموا ونجبدوا الغريق برشا برشا خالتي يمينة سلمي انا به سامحني خليني خليني هاتك اعراض خويا علي برب الثقة بركة خلينا نتكلم في هذايا انا بنت دار اول حاجة وبابا مات وانا ترميت في دار بشير بصداقي ما مشيت شكاكة والناس كلها في بالهم وملكت صحيح وجاب لي خبز قطو وملكت عزم ليك وكل شيء وفي بالك شكون ملك لي ملكت لي عرفتي اللي كنت انا مربي عندها هي اللي ملكت لي وقالت لي كل شيء فهمتني كان جاي بابا حي انا ما نخلش بشير انت وراجلك بيناتكم انتم وراجلك هو صغير هو انا مش ندخل بيناتهم لا استناني خالتي يمين مانيش مش ندخل بيناتهم نبيها كيما سمعناك خلينا نسمع خالتي يمين نعم انت ما وافقتش على زواج ولدك ما وافقتش على خاطر علاش سمعتك لا اي اسمع اي ما سمعتك لا قالوا له راهي قبيح ما تعشرش ما قلت له انا ما تاخذهاش قال لي هو امي
انا اخ بيزه على قد فهمي، هي يتيمه وانا يتيم. فز راجلي قال لي اخي انت امراه مش تاخذي اخي قمره مش تغذي عليها انت. ايه خذها الله يسعد طريق. مشيت معاه وفرحت وجريت به، ولهذا هي حبت تسكن في حي الزهور هذا دار. بقي انا ما نبي نجيكش يا بنتي لدارك، من عملتي دار جيتكش. خالتي يمين خلينا نتكلم ساعه قبل، قعدت ساكنه في ريانا غادي وضحيت معاه الباهي والخايب. انت تعرفي كل شيء، ضحيت معاه الباهي والخايب. اي ضحيت معاه الباهي والخايب ولا لا؟ قعدت للشر انا غادي في حي زهور، هبطت لحي زهور مش ناكل، ما عنديش باش ناكل. شكون باش يعطيني؟ انت مش تعطيني، مش تعطيني حتى انسان. نخدم في الديار وخدمت ايمت في المليون مش ناكل. واول حاجه بشير كي كان معايا في الكراك كنت نعاون فيه. خالت يمين نعم، هي طالبه منك انك تتدخل بينها وبين رجلها. استناني عاد مازلت ما كملتش. اي لا كمل كمل. انت ام، اي ام، وانت المفروض تتدخل بالخير. وانت يقول لك صغار تمشي على كبارها. اي فهمت. وعندك حفيدتك بشرى خليهاش ملوحه، ولدك اذا كانوا ضايع ولا اذا كان ما يحبش ما يرجع لمرته، بالعكس انت يزمك تدافع على المراه هذيا، لان المراه هذيا راهي تخدم في الديار مسكينه باش تعيش بنتها. في بالي استناني فيها وقاعده تضحي ويدي محروقه في الجزاء. شيء استناني، ولدك ماهوش قاعد يصرف لا على بنته ولا على مرته، وحقها يصرف عليها، يصرف على بنته وعلى مرته. كان عندك سلطه على ولدك، ويبدو لي ولدك مقرب منك، مستعدة معناتها السلطة هذه تستعملها في أنك ترجع الرجل لمرته، وبيناتهم قضية في النفقة، ولدك راه محكوم عليه بالسجن، هاي مستعدة تتنازل عليها، مستعدة تتنازل عليها، ولدك ما يدخلش للحبس. وجاية طالبة الصلح، قالت نحب نطلب حماتي تتدخل عند رجلي يروح للدار. أنا ماهوش عندي، ومفروض هي تنزل تطلب نيانة، تطلب أخته الكبيرة اللي عايشة عندها. أنت عاد الكبيرة فيهم يا حاجة عاد. لا خاطر ما يجيني حد. هي قصدتك أنت الكبيرة. ما يجيني حتى حد. استنان. ما يجيني حد. أنت هاي جيتك اليوم قدام الناس. هي هي جيتني. خلت يمينة، خلت يمينة، خلت يمينة، تبعني تبعني. أيوة. خلت يمينة. أنا نتبع فيك، نسمع فيك. المرأة جيتك ليك أنت، قالت لك يا راك في مقام أمي، تدخل رجع لي الرجل للدار، وكان بيناتنا قضية. ها؟ وكان بيناتها قضية تتنازل عليه. خي المرة الأولى هكاك جرى لهم يعني وعملنا نفسي. لا لا باش تتنازل، اخزرني سمع. رجع لنا الرويج، رجع لنا ولدك يا خويا، خليه يروح للدار تتنازل على القضية. ما مش لعب راهو. كلام انت تعرف نمر التليفون نتاعها وتنجم تكلم. لا 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 يا بنتي استناني. انا ما نمشي له. ما قلتلكش امشي له. ايوه انا لا نمشي له. علاش؟ ولا نقف قدامه. وين هو؟ فريانة يخدم. اي علاش ما تمشيلوش؟ ما نمشيلوش. هاك مشيتيلو وقت البارح. اه؟ هاك مشيتيلو. انا هبطت بقضية فريانة. هاك مشيتيلو نهار ثلاثة. هي من نهار ثلاثة هبطت بقضية. يحكي لك كل شيء بشير. قسما بالله وهو عيد فضيل. قالت ما في باليش. انا دخلت بالضوء ونخرج بالاعمال. لطف عليك. هات ندخلوا بالخير يا ختي امينة. هات ندخلوا بالخير. خاطر علاش هي ما تحكي. نمر تليفون تعرفوا انت. بشوية. نمر تليفون جديد. نمر بشير نعرفه. يزي عاد نبيع اسمعي. يا لبيه يا زيدي نعرفك راهو زايده في الحديد، ولا خلي تخلينيش نعيط من زايد فسد للناس. سمعتي؟ لا 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 كنتين والله يجبدوا المخبل في الكوب ولا ما نجبدوا. ايوه خليها رايز، خليها كاك وكل شيء بستر ربي. مش نقول لكم تصبر اخي. لا لا يا خاطر لا 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 ولا ما تقعد يا بنتي. يا لا ولا لا ولا ما تقعد. لا ضيفتنا راك. نعرف يا ولدي نعرف. كيفاش تمشي متغشه من هوني؟ لا ما نمشيش متغشه، ماشي فرحانه وشوي ملغة فوق روسي. تحبش كويس تاي؟ لا شربت. لا تزيدوا. لا ينسي فيها. باه هدي لي اعصابك وقعد بحذاك. على خاطر علاش انا الحديث اللي مالي ما نحبوش. طيب باش نشرب انا كاس تاي توا. بشوي بشوي عادي يا خالتي نبيه واحده واحده. خاطر ماهيش. يا بنتي بشوي. تشبيك ايش يا خالتي نبيه؟ تكون منك العقل. تيجي خلينا ننظموا امور هل الراجل ولا المراه. بينها وبين رجلها. يا بنتي ما حبش. بينها وبينها. ما حبش يروح. يا بنتي ما حبش. في شيء. تستنى. بينها وبين رجلها. يا بنتي بشوي. هذاك رجلها وهذيك مرته وهذاك بنته. يضاربوا بالفيس ولا بالمسح ولا يتقاتلوا بالنار. اي جانب ما يهمني شيء. ليه يا بنتي؟ يا هي ما تسمع الكلام وهو ما يسمع. عملتها المره الاولى نفقه غيابي وهو عايش معاها. المره الثانيه عملت له نفقه وهو عايش معاها. كيف ما يصرفش يا حاج؟ لا يصرف. ليه؟ يصرف. خالتي يمينة. خالتي يمينة. خالتي يمينة. خالتي يمينة. خالتي يمينة. وقاعد يجري على بنته وقدامي يشتري لها حوايج المكتب للطفله وحوايج العيد الصغير. عمليه ولا ذاك شريتي؟ سناء سناء انا شريتي. يا بنتي اسكت. انا شريتي. اسكت. زيادة في الحياة هو خلص الكري وانا شدت وفي جرتي الولاية في جرتي ثلاثة بنيات سمعت وعلى شافيت حفرة ومريضة يا قلبي كرب انا بلا نحميها لا هي ولا ولدي ولا حتى واحد يعجبك فيه كان في الحق هات لي تدخل اخويا في الحق اه
ندخلوا في الحق ندخل هاي خذ خلي امها لراجلها وتجيبوا لها راجل بينها وبين راجلها ليه انت معانا لا انا ما تدخلنيش عايش من فضلك علي لا لا قولي ما تدخلنيش لا لا قولي لا تدخلني لا في ولدي ولا فيها هي ولا فيها لا ولدك هيك هذاك ولدك ولدي كان صغير ما يعرف شيء نقول لك ندخل كبر ما عادش تو عمره 31 سنه ما ننصحوش ما نقولولوش ارجع لمرتك بيناتهم هم تعرفوا انت انت تحب ولدك يرجع لمرته ولا انا كي هم ذا يريهم هم متهنيين انا متهني ما لا تدخل بالصلح وبالهنا لا تدخلش هو ما يسمعش كلام ها ويجيك واستدعوه ويجيك وتقعد تشوف واش يحكي لك هكا هو انا ماهوش عايش عندي راه وهكا ربي هو اللي يعلم ماهوش عايش عندي عايش عند اخته الكبيره بالكل ماهوش عايش عندي فوزي تكلم واضح يا خالتي يمينة موقفك واضح من غير ما نقول لك اقف ها الستار ذا خليهم سكر هكا هو وانا تو انت تحبه مسكر خالي سكر وانا مش نروح على روحي ايش اقف بحذايا مالا نسالك السؤال الكلاسيكي نتاعنا يفتح الستار هذا والا لا اختي نبيل يتحل الريدو هذا ولا زي لا ما تحبش ما نحبش بارك الله فيك مدام شكرا لك بلا ماء شنو نحكي شنو نحكي نحكي انه هم ضغطي ما فهمتش انا تعبه في جرتها لا قلت ما ندخلش انا وما نجيش هي في بيرها كل شيء هي بيرها بشنو هي عامله فيها كل شيء علي هي ودارهم الكل علي هما عائله كانوا متحامين فيا خاطر انا وحدي ما عندي حد خواتي زاده جابدين رواحهم قالوا لي تحمل مسؤوليتك انا شنو نتحمل مسؤوليتي مادام هما لوحوني دارنا مشيت انا خديت راجل ما عندي ما نعمل عليه انا بنت دار انا انسانه بنت دار خرجت من دارنا خديت راجل ما مشيت حتى انسى حتى البق كنت في دار في دار عرفتي شوف نبيه حماتك خرجت من الطرح قعد براجلك انا استغربت كيفاش ما جبتش راجلك ما طلبتش باش نجيبوا لك راجلك ليه علي انت ما طلبتش منها علي لا انت ما طلبتش منها باش نجيبوا لك راجلك ما طلبتش هي اللي ضغط عليا علي هي اللي ضغط عليا قلت لك نجم تطلب راجلك على كل هي ما حبتش تحل الستار ما حبتش تحكي معاك ما حبتش تتدخل نتمنى انه نسمع عليك اخبار باهيه الايامات الجايه ان شاء الله تحيه كبيره اليمين شكرا لك يبدو لي القاعده انه العلاقه مشربكه بين الكنه والحماء ولات هي القاعده بالفعل ما عادش استثناء ان شاء الله الحمايه الغريبه انه الحمايه رميت الكوره الولدها اخويا قالت لك بيناتهم انا اش دخلني يبدو لي فما لخبطه وسوء فهم بين المراه وبين حماتها وبين رجلها ان شاء الله على كل هالستار هذايا يتحل في وجوههم ان شاء الله في الدنيا في نهايه الامر على كل يبدو لي توقيت البرنامج انتهى نحب نشكر الجمهور الحاضر معنا هذا المساء الى اللقاء وتصبحوا على خير الى اللقاء تصبحوا على خير